أبو وسام، بدك تحكي لنا عن مشروعك الجديد Hold Your Fire، أو الأغنية الجديدة التي أصدرت قبل أيام عن المعاناة، معاناة الأطفال ليس فقط في قطاع غزة والحرب على غزة، ولكن أيضا أطفال العالم. هي أكيد المشاهد المروعة اللي صارت على أهلنا في غزة حفزتني أنه أن أعمل عمل أوصل لكل العالم، فجتني فكرة أنه أكتبها بالعربي وأترجمها للإنجليزي وأبعثها لشاعر حتى يعطيني مثل ما أنا أريد من فعن طريق الأمم المتحدة نرشحها والشاعر توم لو وكتبها بشكل جميل، و ابدا يعني ظليت يعني يمكن مشغول فيها ايام حتى انجزتها، وسجلناها مع جمعيه الموسيقيه الكلاسيكيه التابعه للامم المتحده، ساعدوني مطربين من دار الاوبرا رائعين طبعا، سجلناها والحمد لله انه الله وفقنا انه نقدر نعمل رساله. نعم أبو وسام، ألغيت جميع حفلاتك حول العالم بسبب الحرب على قطاع غزة، وصرحت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بأن لا احتفال وأهلنا تحت القصف، ونعتذر عن عدم إقامة الحفلات تضامنا مع أبنائنا في غزة. هي كانت يعني حتى ما نبالغ أنه مو حول العالم، هي كانت عندي صارت الحفلتين عندي بالأوضاع اللي كانت حقيقة ما نقدر احنا احيانا لما نتكلم تمسكنا العبرة، فعلى المسرح ما شبيت نفسي ما راح اقدر اقدم. يعني جلست مع مدير اعمالي وقلت له ومع ابني وسام قلت لهم انا نفسيتي ما اقدر اطلع على مسرح الان اغني، بصراحة لازم تلغوها باي طريقة يعني. فالحمد لله انه كانوا متعاونين معنا المنظمين في الحفل وأجلناها إلى 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 معروف يعني تاريخ معين، المهم يعني كنسلنا الحفلة أجلناها، وهذا شيء يعني لا يكفي. لحد ما أنجزت هذا العمل حسيت نفسي إنه قدرت أساهم بشيء. نعم، العمل لاحظت انه في تحدي كبير، كاظم الساهر يغني باللغه الانجليزيه كمان. هو فعلا بالنسبه لي تحدي كبير جدا، لان انا يعني رايح لهم في بلدهم والحن كلام لغتهم، ولازم يوصل لهم كلهم يعني، حتى والجمل لازم اللي توضحها على هذا الكلام لازم جمل بسيطة معبرة، أن توصل الرسالة، أن تخلي اللي يسمعها يحس أن جواه شيء مسه. يعني كنت حريص أنه أريد أتلامس روح المستمع المتلقي، فالله وفقني بتلحين هذا العمل الحمد لله يعني. نعم، شكرا أبو وسام. شكرا عزيزي، شكرا.